اهلا بيكم. السكينة تعرف انك انت لو عندك خوف او قلق او اضطراب او عندك زهق او انك انت متضايق من حاجة، لو قرأت ايات السكينة ديت ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك في الحال. كذلك لو ابنك مثلا متغيرة سلوكياته، اصبح مش طبيعي، اصبح انك انت بتأمريه بحاجة ما بيسمعش كلامك، حاول انك انت تقرأ ايات السكينة على ماء وتشربيه الماء ده، هتبص تلاقي ان ابنك سلوكياته كلها اتغيرت. لو جوزك كذلك متغير في طباعه، اصبح ان هو عصبي ما بيتقبلش منك كلمة، الحياة بينكم وبين بعض اتغيرت، كل ما عليك يا اختي الكريمه انك انت تلجأ ربنا سبحانه وتعالى وتقرأ ايات السكينه ايضا وتشربيه الماء، مطرح الايات ديت، وتقرأ ايات السكينه على ماء وتشربيه الميه، وهتشوفي ده بنفسك. تاني يوم هتبص تلاقي سلوكيات زوجك اتغيرت. كذلك ايضا يا اخي الكريم، لو زوجتك اصبحت عصبيه معاك، واصبحت ايضا ما بتسمعش كلامك، واصبح الحاله المزاجيه عندها متقلبه، او بتعاني من صداع، او شايف دايما ان هي بتتعب بدون اي سبب، حاول انك انت تقرأ ليها ايات السكينه على ميه وتشربها الايات ديت. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيستخدموا الآيات ديت وقت الخوف، وقت الجزع، وقت الاضطراب. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الآيات ديت، ولو أنت اتبعت نزولها واتبعت أسباب النزول، هتجدها دايما نزلت في المواقف الصعبة، نزلت في المحن، عشان ربنا سبحانه وتعالى يطمن القلوب. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان بيستخدمها، والدليل على ذلك ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مدارج السالكين. كان بيتكلم عن منزلة السكينة وبيقول إن هي هبة ربانية يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، مش مكتسبة. ويقول أنا جربت إن أنا أقرأ الآيات بتاعة السكينة في المواقف الصعبة، أو لما كان قلبي بيرد عليه مسألة وبكون خايف أو متخوف منها. عشان كده أيضا لو أنت عندك تعطيلات في الدراسة، خايف على ابنك في مذاكرته، خايف على بنتك في مذاكرته، أنت كذلك شاب بتدرس وخايف على الدراسة بتاعتك، خايف إنك أنت ما تتحصلش مجموع كويس، خايف إنك أنت ما تتحصلش على المعلومات اللي أنت بتذاكرها، كل ما عليك يا اخي الكريم انك انت تقرا ايه السكينه ديت. نرجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان بيمر بيه موقف صعب، حتى ان هو كان بيعاني من تسلط الشياطين دايما، الارواح الشيطانيه الخبيثه كانت بتجتمع حواليه، وكانت الشياطين بتحاول ان هي تضره، حتى ان بعضهم كان بيظهر ليه عيانا بيانا، فكان بيؤمر اصحابه اللي موجودين حواليه ان هم يقراوا ايات السكينه. فلما كانوا بيقراوا ايات السكينه كان بيذهب عنه الامور ديت كلها في الحال. حاول انك انت تجرب ايات السكينه يا اخي الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عشان ما طولش عليك، كل المطلوب منك أنك أنت هتحضر كوباية زي ديت، وهتملى الكوباية ديت مية كده يا أخي الكريم، تمام، أو أزازة لو انت ما مش عايز تقرا في كوبايه، يكفيك انك انت يكون قدامك زجاجه زي ديت، وتهديها مثلا لابنك، تهديها لاخوك، تهديها لزوجك، اي حد تبص تلاقي ان اخلاقه اتغيرت، اعصابه اتغيرت، سلوكياته اتغيرت. ايضا لو خايف من المذاكره، خايف من الدراسه، خايف من عمليه تجاريه هتخش فيها، خايف من الناس، خايف من الاشخاص، عندك تعطيل في حياتك، عندك محاربه من الشياطين، جرب ايه السكينه، وحاول دايما انك انت تخلص النيه لله عز وجل، ان لو في عندك اضطراب او خوف او هلع او ارق او قلق، ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا البلاء بسبب هذه الايات المباركه. حط في نيتك دايما ان القران شفاء لما في الصدور. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. ويقول الله عز وجل ايضا في كتابه الكريم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. لذلك يا اخي الكريم انا عايزك تقرا ايات السكينه ديت بيقين تام. لو انت بتعاني من خوف وقلق وتوتر واضطراب وخايف من اللي حواليك، وعندك حاله من عدم الاستقرار في النوم، وبتقوم مفزوع من النوم، بتشوف ايضا ابنك او بنتك عندها اضطراب، ما بقتش تسمع كلامك، السلوكيات بتاعتها اتغيرت، حاول انك انت تقرا ايات السكينه كده في الليل، ومن غير ما يحس ومن غير ما يشعر باي حاجه، ولا تعرف ان الماء ده مقرا عليه، شربه الميه وتعامل معاه في الصباح. صدقني باذن الله جل وعلا هتتغير سلوكيات الشخص اللي قدامك في الحال. اللي كان خايف من شيء ربنا سبحانه وتعالى هيجعله يطمئن ويأمن. وطفلك لو كان كتير في الحركه وسلوكياته متغيره وما بيسمعش الكلام ومغلبك دايما، حاول انك انت تقرا ايات السكينه على ميه، او حاول انك انت تقرا ايات السكينه ديت على ميه وتشربها للطفل قبل نومه، وشوف الطفل هيتغير ولا لا. صدقني هيتغير، هتبص تلاقيه دايما هادي معاك في التعامل. مجرد ما تقرا ايات السكينه ديت على الميه وتشربها للزوج،
زوجه هتختفي جميع الاعراض. حاول انك انت تجرب الطريقه ديت. لو بتعاني حتى من صداع، لو بتعاني من الم في المعده، لو بتعاني من خوف، لو بتعاني من قلق، لو بتعاني من ارق، لو النوم بتاعك مش مظبوط، لو ابنك سلوكياته متغيره، لو زوجك سلوكياته والطبائع بتاعته اتغيرت كذلك ايضا، لو اختك، لو امك، لو ابوك، اي حد عزيز عليك تشوف ان سلوكياته اتغيرت واصبح ان هو عصبي واصبح مضطرب واصبح قلقان والغضب اصبح عنده على اقل شيء يغضب ويصرخ، كل ما عليك انك انت بس هتقرا ايه السكينه على الميه زي ما انا هوريك كده الان، وتشربوا الميه دي بالليل وتشوف اللي هيحصل معاه بالنهار. هم 6 آيات يا اخي الكريم، تمام، قريبه من بقك كده. ويا سلام لو تحط صبعك السبابه في الميه كده اثناء القراءه، سواء عايز تقرا على زجاجه او تقرا على كوبايه ميه حسب رغبتك، وخلي دايما الشخص اللي قدامك ما يعرفش ان الميه ديت مقرا عليها، وده افضل، تمام، عشان لو عنده حاجه تلاحظ انت التغيرات، لو عنده حاجه تلاحظ انت التغيرات عليه من غير حول منه ولا قوه. وبعد كده تقول له تعرف ان انا شربتك ماء ما اقرا عليه ايات السكينه، عايزك انك انت دايما لما تحس انك انت امورك مش متزنه، خايف من حاجه، قلقان، متوتر، عندك ارق، عندك انزعاج من اللي حواليك، عندك دايما اكتئاب، حزين، متضايق، مخنوق، اقرا ايات السكينه على الميه واشربها، هتحس بالاطمئنان والراحه ان شاء الله جل وعلا. الايات هبدا فيها ان شاء الرحمن الان، فركز معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفه ونفخه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وتنفث في الماء 7 مرات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وتنفث في الماء 7 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وتنفث في الماء 7 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتنفث في الماء 7 مرات. الآية 5 قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وتنفث في الماء 7 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وتنفث في الماء 7 مرات.
ثم بعد ذلك يا أخي الكريم تحاول أنك أنت تشرب الماء ده لأي شخص عزيز عليك بيعاني من خوف، بيعاني من قلق، بيعاني من التضراب في الشخصية، بيعاني من تغير في السلوكيات. ابنك لو لقيته متغير شربه المية، بنتك لو لقيت سلوكياتها متغيرة وما بتسمعش كلامك شربيها المية، لو لقيت حد عصبي قدامك وما كانش عصبي قبل كده حاول أنك أنت تشربه من الماء ده، وإن شاء الرحمن تاني يوم هتلاقي النتيجة قدام منك. والمتتبع لآيات الساكنة يا أخي الكريم يجدها أن هي نزلت في مواقف صعبة كان بيعاني فيها المسلمين، في أشد حالات المسلمين خوف وقلق وتوتر كانت بتنزل آيات الساكنة من ربنا سبحانه وتعالى عشان تطمنهم وعشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف ما بهم من سوء. نزلت في صلح الحديبية، ونزلت أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانوا في الغار والكفار كانوا قدام الغار، لو في واحد وطصنا كان حيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي وأنزل عليه السكينة. لذلك يا أخي الكريم حاول دايما أنك أنت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل عليك السكينة، ينزل على الشخص اللي بتجرى من أجله الآيات القرآنية ديت على الماء السكينة، وربنا سبحانه وتعالى يصلح شأنه ويهدي قلبه، وربنا قادر على كل شيء. خلي عندك أنت بس يقين بالله عز وجل، وجرب الطريقة ديت لمدة 3 أيام أو أسبوع، وشوف الشخص اللي قدامك بعد ما يشرب المية هتتغير سلوكياته معك ولا لا، وضع على كومنت أسفل الفيديو بكل اللي حصل معاك وأنا هرد عليك إن شاء الرحمن. وما تنساش لو عجبك المقطع ده إنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة تسمعني اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس وشيره لأصحابك فالدلع الخير كفاعله. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، دمتم فود في أمان الله.